التقى رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات والمكتب الدائم للمجلس وعدد من النواب يوم السبت رئيس وأعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان في مبنى الغرفة لبحث المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي. رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات تحدث عن الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي وتهيئة الظروف للاستثمار وأهمية تعديل القوانين لتذليل العقبات أمام المستثمرين. النائبان خير أبو صاليك وخالد أبو حسان تحدثا عن أبرز ما جاء في اللقاء وأهمية القطاع الصناعي وأثره الكبير على الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية. يعني كان اللقاء اليوم هو رسالة للأخوة الصناعيين، نحن في مجلس النواب دعم للصناعة الوطنية ولتذليل جميع العقبات والمعيقات أمام هذه الصناعة من أجل التطور والنهوض بالاقتصاد الوطني. نعي أن الصناعة هي تشكل 23% من الناتج المحلي، ومن أجل زيادة هذا الرقم يجب على جميع مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب دعم هذه الصناعات وتذليل العقبات أمامها. تم الحديث اليوم من القلب للقلب، حكينا بجميع التحديات اللي بتواجه القطاع الصناعي، منها البيروقراطية الحكومية ومنها المعيقات إن كان في جميع المؤسسات الحكومية، ونحن في مجلس النواب سنعمل جاهدين على يعني تذليل هذه العقبات أمام جميع الأخوة الصناعيين. عبر الحقيقة اليوم رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم والحضور من النواب عن حالة الالتزام الكبير تجاه دعم الصناعة الوطنية، والحقيقة هذا القطاع هو الذي يشغل الكم الأكبر من العاملين في الأردن، 25% من القوى العاملة تعمل في قطاع الصناعة، ولذلك جاءت هذه الزيارة اليوم بهدف مد يد العون والشراكة الحقيقية ما بين مؤسسة مجلس النواب والقطاع الصناعي، وذهب الحديث إلى إمكانية صياغة خطة للتعافي الاقتصادي استنادا إلى التغذية الراجعة التي يتلقاها أعضاء مجلس النواب من القطاع الخاص وفي مقدمته القطاع الصناعي. التزامنا تجاه القطاع الصناعي ليس ترفا، والتزامنا تجاه القطاع الصناعي يأتي نتيجة فهم أن الدولة بكافة أجهزتها اليوم لا تستطيع استيعاب الكم الكبير من المتعطلين عن العمل، وبالتالي القطاع الخاص هو الشريك الحقيقي وهو القادر على تشغيلهم، ومن هنا تأتي أهمية دعم هذا القطاع وإزالة جميع العقبات التي تعتري عمله والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني. رئيس غرفة الصناعة المهندس فتحي الجغبير عبر عن حاجة قطاع الصناعة إلى إيلائه أهمية كبرى لتأثيره المباشر على اقتصاد الدولة الأردنية. اليوم اتفقنا بأنه نجلس بجلسات معمقة وخاصة لتنظيم العمل التشاركي بين غرف الصناعة ومجلس النواب. أثره كثير كبير إيجابي راح يكون بتنظيم العملية، وطبعا راح يكون يعني بخلال لقاءاتنا القادمة الطرف الحكومي حاضر أيضا بهذه التشاركية الحقيقية. باعتقادي راح نذلل كثير من العقوبات من المعيقات العفو، وأيضا باعتقادنا أنه هذا الاهتمام وهذا التركيز على الصناعة هو في مكانه وفي وقته. احنا لابد بان نركز على صناعتنا الوطنيه، لانه صناعتنا الوطنيه هي المشغل الرئيس، هي المحرك الرئيس ايضا للاقتصاد. وخلينا نطبق مبدا الاعتماد على الذات. اعتماد على الذات ضروري، مرقنا في ازمه لازم تعلمنا منها ونتعلم منها، بانه لابد بان نعتمد على صناعتنا الوطنيه. سعادة رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم بحضور سعادة رئيس غرفة صناعة الأردن وباقي الأعضاء، وحيث اتطرق إلى علاقة الاستثمار والمصانع بالمجتمع المحلي وسعي جميع الأطراف لمؤسسة هذه العلاقة لتنعكس تنمية على المجتمع المحيط بهذه الاستثمارات وأن تكون في الاتجاه السليم، وتم تداول بعض القوانين التي يوجد فيها مشاكل في التشريع أو في التنفيذ والتطبيق مثل قانون الاستثمار، بحيث أنه يتم صياغته بطريقة تساهم أو تساعد في توطين الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، وتساعد في جهود سيدنا بجذب مزيد من الاستثمارات الذي يسعى دائما عبر كافة المحافل الاقتصادية العالمية بجذبها للأردن. وطبعا كان في هناك بعض النقاط أو
وبعض المقترحات على تشكيل مكتب دائم أو مكتب ارتباط دائم بين غرفة صناعة الأردن ومجلس النواب الأردني، بحيث يكون دائما على شكل خط ساخن يتم تداول جميع القضايا الحساسة. الحضور توافقوا على أهمية النظر بقوانين الاستثمار والاهتمام بالصناعة التي تعد من الأسس الاقتصادية الهامة.